ونبدأ جولتنا في الصحافة من عند منتخبنا الأول لكرة القدم، واللي خلاص فتح أبوابه لكل اللاعبين اللي ممكن يكونوا بيتألقوا في الفترة اللي جاية علشان يكونوا ضمن حسابات الجهاز الفني لكرة القدم لمنتخبنا الأول بقيادة الكابتن حسام البدري. ده اللي قال عليه في تصريحات سابقة. فاستقر الجهاز الفني لمنتخب الأول بقيادة الكابتن حسام البدري على ضم عدد من الوجوه الجديدة للفراعنة في المعسكرات اللي جاية، على رأسهم محمد فاروق مهاجم بيراميدز، واللي أكد الكابتن حسام البدري إنه من العناصر الجيدة في الدوري لحد دلوقتي. وبيراقب كمان الجهاز الفني لمنتخب بقيادة البدري أكتر من لاعب جديد في الدوري، ولكنه بيشترط استمرار تألقهم في الفترة اللي جاية مع فرقهم علشان يكون بيضمهم. كمان أثنى البدري على مستوى مصطفى محمد، ولكنه أكد إن اللاعب بيحتاج للعمل والجهد بشكل أكبر في الفترة اللي جاية، وإن اللاعب تحت المنظار من نفس الأمر لأكتر من لاعب آخر. بالتالي كابتن حسام البدري بيأكد لكل اللاعبين ان اي لاعب هيكون بيجتهد وبيقدم مستوى عالي في استمرارية مكانه محفوظ مع منتخب مصر، وان المنتخب عمره ما هيكون حكر على لاعبين اسمهم رنانة اساميهم رنانة، ولكن ادائهم في الوقت الحالي باهت المكان في الدوري ضمن قائمة منتخبنا الاول لكرة القدم للاعبين المتألقين فقط. وده اعتقد من الاخبار الجيدة اللي هتكون بتحفز كل اللاعبين دلوقتي في التوقيت الحالي في الدوري المصري ان هو يكون بيتألق مع ناديه ويكون بيقدم كل ما يملك للتيشيرت اللي هو لابسها في التوقيت الحالي، بجانب ان هو يستمر في الحفاظ على مستواه علشان يكون الكابتن حسام البدري الحقيقه هو متواجد بجهازه الفني في معظم المباريات، بيحاولوا يكونوا بيحضروها من داخل الاستادات في منافسات الدوري علشان يكونوا بيحصلوا على خدمات افضل لاعبين في التوقيت الحالي علشان يكونوا بينضموا للمعسكرات القادمه مع منتخبنا الاول لكره القدم، فان شاء الله يكونوا هم كمان موفقين.